يصب عليهم الخير صبا، آمين يا رب، وأن ينزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل عليهم من البلاء، آمين يا رب، وأن يبارك فيهم وأن يرحم والدهم وأن يجعلهم خير خلف له إن شاء الله في هذه الدنيا، وأن لا ينسوه من فعل الصالحات. ومع شيخنا ورسولنا صاحب الفضيلة الدكتور أحمد أبو سيف الفضل مشكور، جزاه الله خيرا. بارك الله فيك. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد لله الذي أفاض علينا بنعمة الحياة وأفاض علينا بنعمة الممات، الحمد لله الذي أقدرنا على أن يرى بعضنا بعضا وأن يحس بعضنا ببعض وأن نجتمع في هذا الاجتماع، الحمد لله الذي سبب لنا أسباب الحياة ويسبب لنا أسباب لقائه، فإنه خير غنيمة في هذه الدنيا كلها أن نلقى الله تعالى. فمن مات فقد بلغ الغاية، وما ينبغي للناس أن يتحازنوا على رجل صالح، وإنما حزننا فقط على الفراق، أما هو فقد انتقل من معية البشر القاصرة الناقصة إلى معية الله تبارك وتعالى التامة. وإذا أردت أن تعقد مقارنة يسيرة بين عناية الخلق بالخلق وعناية الخالق بالخلق، رأيت أننا بين ولد ووالد يقسو بعضنا على بعض أحيانا، ونتغالظ في الأقوال أحيانا، وتبدر منا بعض الكلمات السيئة أحيانا، فإننا بشر نتقلب في مشاعرنا وعواطفنا وتقلبات عقولنا وأمزجتنا بما يعلمه رب العالمين. أما إذا رأيت رحمة الله تعالى ورأفة الله تعالى ولطف الله تعالى بعباده، رأيت شيئا آخر، رأيت أن الله تعالى يعطي قبل أن يأخذ وما يأخذ سبحانه وتعالى منا شيئا. فلم نزل في أصلاب آبائنا وربنا يرعانا، ولم نزل في بطون أمهاتنا وربنا يرعانا، ولم نزل نحبو على الأرض وربنا يرعانا، ولم نزل نمشي الهوينا وربنا يرعانا، ولم نزل نضرب في أسباب الأرض والحياة وربنا يرعانا، ولم نزل نفكر وربنا يرعانا، حتى إذا كنا في حال معصية فربنا يرعانا. فهل فوق ذلك منن أو غاية عند إنسان عاقل؟ لا والله. فإذا انتقل العبد من الحياة الدنيا فقد انتقل من عناية البشر بالبشر إلى عناية رب البشر بالبشر، وهل ثمة مقارنة؟ لا والله. ويبقى السؤال، هل الله تبارك وتعالى هو أحب محبوب إليك، أم أنك آثرت محبة غيره عليه والتفت بقلبك وعقلك إلى سواه، وتبدلت بهمتك وعزمك إلى من هو دونه سبحان العلي القدير؟ أتعجب كثيرا في كل مرة أمر فيها على هذه الآية، ورب العزة سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تمر على هذه الآية لترى أن أناسا من الخلق يحبون مخلوقا دون الخالق، فهل تحب ربك وتحب لقاءه وتحب الإقبال عليه؟ هل منا من يحب أن يموت ليلقى الله وليس بعد هذه غاية؟ لقد استمعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبشر من حوله أنه سيلقى الله، يبشرهم، وأبو بكر يقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه.
هكذا كانت تصوراتهم عن الانتقال من الدنيا إلى الآخرة. لكن يبقى السؤال، لماذا لا نحب الله؟ ولماذا لا نحب لقاءه؟ إننا الآن في جلسة جبر للخواطر، الخواطر التي ليست حزينة وإنما متألمة. ليست حزينة لأنها تعلم أن من انتقل إنما انتقل إلى جوار ربه، ولكنها متألمة للفراق، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ليس أكثر من ذلك. هل يستحق ربنا سبحانه أن يحب وأن يكون أول محبوب في الحياة؟ أسمعت قول رب العالمين سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هل سمعت هذه الآية من قبل؟ هل رددتها من قبل؟ هل أعقبت بها صلواتك من قبل؟ هل تلوتها في صباحك ومسائك من قبل؟ هل ختمت بها يومك واستفتحت بها منامك من قبل؟ فماذا تقول الآية إذن؟ وقد أنصتنا إليها من أنفسنا ومن الناس كثيرا. ماذا يقول رب العالمين؟ يقول: الله الذي لا يلتفت إلى غيره، لا إله إلا هو، فلا يتحكم في حياتك ولا يقدر عليك ولا يصرف أمورك ولا يدبر شؤونك ولا يقدر على شيء من خاصة أمرك إلا هو، لا إله إلا هو. ربما يحيا فترة ثم يموت هذا الإله العظيم فنصير بلا إله، فيقول الله الحي. ليس كل حي يقدر على كل شيء ويقوم بكل الأمور، فهو القيوم. ربما تأخذه سنة أو نوم أو غفلة، لا تأخذه سنة ولا نوم. ربما يكون على هذا القدر من اليقظة والعظمة، ولكنه لا يملك الأسباب التي ينفذ لي ما أريد. له ما في السماوات وما في الأرض. الله تعالى لا يخبرنا بهذا إلا ليحببنا إليه ويحبب ذاته إلينا. الله تعالى لا يخبرنا بهذه الصفات إلا لنطمئن ولنقر في الحياة ولتهدأ نفوسنا ولنخضع له بمزيد من الخضوع ونسلم له وحده ولا نتجاوزه عز وجل. الله تبارك وتعالى يحدثك بهذه الصفات، أنه لا يسبق إلى أمره إلا من أراده، ولا يقدر على شيء في ملكه إلا بما أراده، ولا يسبق إلى تطبيق شيء في الحياة إلا ما يريده وحده عز وجل. فعلام نعبد غيره؟ ولماذا نحب سواه؟ وما الذي يتملك قلوبنا كل هذا التملك حتى نحب الدنيا أرقاما وأرصدة وممتلكات أكثر مما نحب تراب الأرض الذي تفتح منه طاقة إلى الجنة في نعيم القبر؟ والله إني كأني به رأي العين، كأني أراه نعيم القبر، كأني أرى نفسي بين يدي الله تبارك وتعالى يربط على كتفي بعد عناء في الدنيا، وملائكته من حوله سبحانه وتعالى تنادينا: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لا هم في الجنة ولا نصب في الجنة ولا عسر في الجنة، بل هي الجنة. من النكات والطرائف أن أحدهم يسأل قائلا: ما أحسن ما في الجنة؟ يتسامرون، فقال مجيبهم: فيها رسول الله. وهل ترون فوق ذلك أحسن؟ فيها رسول الله. فمن مات اليوم ونعزي أنفسنا فيه
قد لقي رسول الله. ألا نزال نحتاج إلى التعزية؟ أم نحتاج إلى تهنئة أنفسنا أن أحدنا سبق إلى لقاء رسول الله؟ فإن فتحت للعبد طاقته في نعيم قبره إلى الجنة فإنه يرى الجنة. وماذا عن الجنة وما في الجنة؟ فتشوقوا للقاء الله، ودعوا هذه الأرقام صاغرة تحت أقدامكم. فما سميت الدنيا دنيا إلا لأنها دنيا، وما سميت الآخرة آخرة إلا لأنها ليس بعدها شيء. وقد مررنا بمراحل الحياة كلها، ورأينا أن العبد يتطور في طموحاته وأهدافه وأغراضه من مرحلة إلى التي تليها ثم التي تليها ثم التي تليها. صغير يطلب الكبر، ثم بعد ذلك يطلب الزواج، ثم يطلب عملا، ثم يطلب ترقية، ثم يطلب بيتا، ثم يطلب عمارة، ثم يطلب قطعة أرض، ثم يطلب أرصدة، ثم يطلب ويطلب ويطلب ويطلب. ماذا بعد؟ ماذا في الآخر؟ تأتي كلمة الآخرة لتقول لك هذه هي الآخرة. فماذا فيها؟ لا سقف لها، إنها الجنة. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها رضوان الله يحله على عباده. فيها سلام في صباح ومساء على خاتم الأنبياء والمرسلين. استبشروا. أتظنون أن الله تعالى يهيننا؟ أتظنون أن الله تعالى يضيعنا؟ أتظنون أن الله تعالى لا يرحم شيبة شابت في الإسلام؟ أتظنون أن الله تعالى إذا سئل يا رب ارحم اغفر تلطف أيرد سؤلك؟ أيرد طلبك؟ والله أبدا. والله كأني أرى رحمة الله تعالى تحيط بمجلس كريم لا يذكر فيه إلا اسم الله تبارك وتعالى، وترتفع فيه آيات القرآن. فدوموا على مداومة ذكر الله، يدم الله ذكره لكم. ولا تكونوا ممن نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. سأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الحاج محمد عبد الله ناصر الماوري، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع له درجته، وأن يجعله في صحبة النبيين والصديقين والصالحين. أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا لندعو له في هذا اللقاء دون أن نعلم عنه ولا به شيئا قبل ذلك، أن يجعل شفاعتنا بين يدي الله مقبولة، وأن يجعل نزله حسنا، ومنزلته رفيعة عالية، ومقامه في عليين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلب أبنائه وأن يخلف عليهم بالخير. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، والسلام الله عليكم. جزاك الله خيرا.